من المعتاد انه ديما شهر رمضان يكون شهر تضخمي، بمعنى انه الارتفاع في الاسعار يكون ملحوظ خاصه المواد الغذائيه، واللي جي نظرا لارتفاع الاستهلاك. في السنه اللي فاتت كانت الوتيره اعلى لانه كان فما نقص في بعض المواد الاساسيه دي نوعا ما جات فيها ندره. واضح اللي فما تحذيرات بالنسبه لرمضان 2024 خاصه في مهم المواد الاساسيه باش ما نعاودوش نشوفوا المشاكل اللي صارت عاملين في بعض المواد اللي هي اساسا الخبز. لذا من المنتظر انه الاسعار ما تشهدش ارتفاع كبير، لكن يقع فما ديما نسبه التضخم تكون عاديه، ماهيش مش تكون في نفس مستويات اللي ريناها السنه اللي فاتت، واللي في بعض الاحيان رينا تضخم برقمين في عديد المواد. من المنتظر انه يكون التضخم ديما موجود وهذا امر طبيعي، لكن يكون في مستوى مقبول ومستوى عادي، وهم اساسا المواد اللي الاسعار نتاعها هي غير مؤثره. المواد المؤثره من المنتظر مش تكون هناك حد أدنى متوفر، وكيف الأسعار ما تشهدش ارتفاع كبير.